السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل مراجعة النصوص. النص من أعمال الخير. في الحديث ده الرسول بيدعونا إلى التصدق وشكر الله على نعمه علينا، ومن أعظم النعم هي جسم الإنسان، دي من أعظم النعم اللي ربنا منحها علينا. ومن الصدقات كمان إنه اللي هي مساعدة الإنسان في ركوب دابته أو السعي إلى الصلاة، ان انا ابعد الاذى عن الطريق، دي من الصدقات الفعليه. ومن الصدقات القوليه زي العدل بين الناس، الاصلاح بين المتخاصمين، ذكر الله، والقاء السلام، وشهاده الحق. كل دي صدقات قوليه. يلا ناخد بقى الاسئله. هات ما يلي: معنى تميت اي تبعد او تزيل، مضاد الاذى اللي هو النفع او الفائده، جمع خطوه خطوات. اذكر بعض آداب الطريق: إماطة الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. ناخد أسئلة. ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة؟ تعبير جميل في دعوة إلى الحرص على صلاة الجماعة في المسجد. الرسول هنا بيدعونا إن احنا نحرص على صلاة الجماعة في المسجد، لما لها من فضل عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. هاتنا يلي: معنى تعين، تعين يعني تساعد، مضاد الطيبة الخبيثة، جمع متاع أمتعة. كيف تكون إعانة الرجل في دابته في البيئات المختلفة؟ إزاي تكون مساعدة الرجل في دابته في البيئات المختلفة؟ هساعده إزاي؟ إحنا عارفين إن الدابة هو كل ما يركب من الحيوان. في البيئة الريفية تساعد الرجل في ركوب دابته أو رفع احتياجات الزراعة على الحيوانات، ده كده أنا هساعده. طيب في البيئة الحضرية، البيئة الحضرية هنلاقي حمار، هنلاقي حصان، هنلاقي اي حاجة من الحاجات دي، لا، اللي هي دلوقتي في البيئة الحضرية اللي هي السيارة، هنساعد الرجل في اصلاح سيارته، دي كده الصدقة. طب ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة؟ تصوير للكلمة الطيبة بالمال الذي تتصدق به، وفي ذلك بيان لأثر الكلمة الطيبة في الإنسان. ناخد كمان أسئلة على الحديث، هقرا تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلم من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. هاتنا يلي: معنى تطلع تشرق، مضاد تعدل تظلم، جمع صدقة صدقات. في الحديث الشريف نوعان من الصدقات، اذكرهما مع التمثيل. الرسول ذكر نوعين من الصدقات، ايه هما؟ الصدقات الفعلية اللي انا بستخدم فيها بدني، بستخدم فيها جسمي فعليا، في صدقات قولية اللي بتكلم يعني بخرجها من فمي. الصدقات الفعلية زي ايه؟ مساعدة الانسان في ركوب دابته او رفع متاعه عليها، ان انا اساعده ان هو يركب على دابته او يحط ادوات الزراعة، او في البيئة الحضرية ان انا اساعده في اصلاح سيارته، دي كده صدقة فعلية. ان انا السعي الى الصلاة، ان انا اروح الى الصلاة دي صدقة، طبعا الصلاة في المسجد. ابعاد الاذى عن الطريق الناس، ان انا اشيل الاذى، اي حجارة في الشارع، اي ازازة مكسورة في الشارع، ان انا اشيلها وابعدها من الطريق اللي بيمشي عليه الناس، ده كده صدقة. ومن الصدقات القولية اللي انا بقولها العدل بين الناس، ان انا هعدل بين الناس، اصلح بين المتخاصمين، والكلمة الطيبة. طيب ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة؟ كل سلام، احنا قلنا سلام يعني ايه؟ سلام اللي هي عقلة الاصبع، ويقصد بيها في الحديث ان اي شيء صغير في الجسم. تعبير جديد، تعبير جميل، بيدل على وجوب شكر الله على جميع اعضاء البدن باخراج الصدقات. المفروض ان احنا نخرج الصدقات عشان نشكر ربنا على جميع اعضاء جسمنا. طيب كده نكون خلصنا من نص من أعمال الخير. طيب النص التاني من نص تواضع سيدنا عمر.
ورعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها. طبعا الشعر هنا بيقول إن هو أعجب بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن هو لقاه ماشي وسط رعيته خاليا من مظاهر الطرف، خاليا من مظاهر الزينة، خاليا من مظاهر اللي هو الملوك، ان هما لازم في جنود بتحرسهم، وهو عهده بملوك الفرس، معرفته بملوك الفرس ان هما لازم بيكون في جنود، سور من الجنود والحراس بيحميهم. ناخد معنى عطلا يعني خاليا من الزينة، ولا لا بيت له ولا لا مال له، لا هو خاليا من الزينة. جمع الرعية الرعاة، ولا الرعاية، ولا الرعاة الرعاية، مضاد يحميها يحفظها، ولا يصونها ولا يضيعها يضيعها. ما الذي رعى صاحب كسرى عندما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه؟ ايه اللي عجب صاحب كسرى عندما لما شاف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ اعجب بايه؟ اعجب ان رأى ان هو شاف سيدنا عمر متجردا من مظاهر الزينة والطرف، بلا حراسة من الرجال، ومفيش حد بيحرسه، خالي من مظاهر الطرف، مش لابس لبس غالي، مش قاعد في قصر، رغم انه الحاكم والراعي. يبقى انه رأى سيدنا عمر متجردا من مظاهر الزينة والطرف، بلا حراسة من رجاله، رغم انه الحاكم الراعي. بل جمال فيه وراعى صاحب كسرى. راعى صاحب كسرى تعبير جميل يدل على شدة اعجاب رسول كسرى ودهشته من تواضع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتجرده من مظاهر الزينة. الرعية والرعيها وراعيها، الرعية اللي هم الشعب عامة الناس، الراعي اللي هو الحاكم بينهم، تضاد يوضح المعنى ويؤكده. خلينا ناخد الأبيات اللي بعد كده. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلال في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يقبره من الأكاسرة والدنيا بأيديها. الشاعر هنا بيقول إن هو صاحب كسرى كان مستغرب جدا من سيدنا عمر، إن هو لقاه نايم تحت شجرة، تحت ظل الشجرة، ملتفا، يعني ملتفا بعباءة قديمة كادت أن تبلى من كتر إن هي قديمة. طيب، ورغم كده إن كانت هي أسنى المعاني بتاعته، أسنى الجلالة باينة عليه، في الوقت ده هان في عينه الأكاسرة، أكاسرة الفرس، هانوا في عينه ان هو شاف الراجل الحاكم الراعي ده، وهو كان بسيط متواضع زاهد في الدنيا، لابس لبس بسيط، عباءة قديمة، ونايم تحت شجرة على الثرى اللي هو التراب المبلل بالندى. كان مستغرب، ورغم كل ده في جلالة، في عظمة فيه. ماشي، طيب هات ما يلي، هناخد الأسئلة. هات ما يلي مرادف الثرى اللي هو التراب المبلل بالندى، مضاد أسمى أرقى وأعلى، مفرد الدوح الدوحة. أين كان سيدنا عمر رضي الله عنه عندما رآه صاحب كسرى؟ كان فين سيدنا عمر؟ كان نائما فوق التراب تحت ظل الشجرة آمنا ملتفا بعباءة قديمة. احنا قلنا إن هو شافه وهو نايم فوق التراب تحت ظل الشجرة، وكان آمنا ليه؟ لأنه هو أقام العدل بين الناس وملتفا بعباءة قديمة. ما الجمال في قوله فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها؟ تصوير الجلالة بشيء مادي يرى، بيوحي بعظمة سيدنا عمر. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانية، يا رافع الراية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقي البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. بيقول الشاعر، بيقوله ان انت امنت هنا، يعني ليه كنت نايم في امان؟ ليه؟ عشان انت اقمت العدل بين رعيتك، بين شعبك،
وكنت رافع راية الشورى، يعني ما كانش بياخد قرار برأيه بنفسه، يعني القرار مش قرار حاكم مستبد، لا كان بيجمع صحابة رسول الله وكان بيستشيرهم في أي قرار بياخده، فكان رافع راية الشورى. فالشاعر هنا بيدعي له بيقول له جزاك ربك خيرا، وبيقول ان رأي الجماعة البلاد مش بتتعب منه، بس رأي الفرد رأي الحاكم المستبد هو اللي بيتعب البلد وممكن البلد تنهار بسببه. اختار الصواب مما بين القوسين، قرير العين المقصود بها مسرور، مستقر العين ولا مسرورا ولا دامع العين؟ مسرورا. مرادف، تشقى تتعب ولا تشكو ولا تحزن؟ تتعب. العدل، التكبر مضادها التكبر ولا الغطرسة ولا الظلم؟ الظلم. علل، شعور سيدنا عمر بالأمن بين رعيته. ليه كان سيدنا عمر حاسس بالأمن بين رعيته؟ نايم تحت التراب، فوق التراب وتحت تحت ظل الشجرة. ليه؟ لأنه أقام العدل بين الناس ووفر لهم الأمن والأمان. ما الجمال في قول الشاعر أمنت لما أقمت العدل بينهم؟ تعبير جميل يدل على أن تحقيق العدل بين الرعية يؤدي إلى الأمن، يعني الإنسان ما دام عادل هيحس بالأمن. وبكده نكون خلصنا مراجعة النصوص، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.